جهاز حماية المستهلك وحماية المنافسة عفوا ومنع الممارسات الاحتكارية عمل مؤتمر امبارح تحت عنوان التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي، وده بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ وجهاز حماية المنافسة الألماني. وأيضا حضر المؤتمر عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال. الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لها خط واضح وهو هدفها الثالث وهو اقتصاد قوي وتنافسي، وبالتالي الاقتصاد القوي والتنافسي ده هيحدث بآليتين، آلية تنفيذ وإنفاذ تام لقانون حماية المنافسة بكل جوانبه، وأيضا استراتيجية الحياد التنافسي اللي تم إقرارها من الدولة مؤخرا، وده دور النهاردة اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنوعي الشركات بكيفية التوافق مع أحكام حماية المنافسة، لأن بالنسبة لنا الهدف هو أن الشركات تكون متوافقة مع القانون، وبالتالي ده يعود بالنفع على المستهلك المصري والاقتصاد المصري ككل، وأيضا أن احنا نقول لا، أن هناك جهاز يمكنه أن هو ينظر في مسائل الحياد التنافسي إذا كان هناك ثم أي تمييز أو ما إلى ذلك، أن الجهاز هيتدخل وينظر في مثل هذه الأشياء. النهارده فعاليه مهمه، بنتكلم مؤتمر عن دليل التوافق مع احكام القانون وسياسه الحياد التنافسي، وده بياتي بالتوافق مع رؤيه مصر 2030. الجهاز اصدر استراتيجيه في 2021، جزء اساسي منها هو الجزء الخاص بالتوافق مع احكام القانون والجزء الخاص بالحياد التنافسي. ووفقا لاستراتيجيه الدوله المصريه، الجهاز بالتعاون مع الدوله اصدرنا او تم انشاء لجنه الحياد التنافسي برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، الغرض منها التأكيد على وجود التوافق مع أحكام القانون وفعالية سياسة الحياد التنافسي داخل الدولة المصرية. إزاي أقدر أتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة؟ لأن طبعا حضرتك عارفة أن الهدف مش أن احنا نطلع مخالفات على الشركات، الهدف أن أنا أبريفنت أو أن أنا أمنع حدوث المخالفات من البداية. ده من ناحية. من ناحية تانية بنتكلم على فكرة الحياد التنافسي، أن جميع الشركات تبقى سواسية أمام أحكام القانون واللوائح الموجودة في الأسواق. طبعا احنا اخذنا خطوات جديه فيما يتعلق بالحياد التنافسي، اسسنا الاداره جوه جهاز اداره الحياد التنافسي، وطبعا تاسست اللجنه العليا للحياد التنافسي برئاسه رئيس مجلس الوزراء وعضويه الجهات المختصه. طبعا الهدف وراء ده فكره ان جميع الشركات تبقى متساويه امام القانون، فكره ان عوائق دخول السوق تقل جدا، فيبقى في ثقه اكتر للمستثمرين ان هم يجوا ويستثمروا في الأسواق المصرية المختلفة. ده طبعا بينعكس بالإيجاب على المستهلك النهائي، وطبعا على المؤشرات الاقتصادية للدولة المصرية ككل وعلى الاقتصاد عامةً.